دائما اشوف حراس مرمى واشوف مدافعين، والله احنا ما نحتاج مهارات فرديه، احنا نحتاج تمارين قوه، ونحتاج مثلا تمارين مسك، نحتاج تمارين قطع. خطأ. كل لاعب كره قدم سواء كان حارس سواء كان مدافع سواء كان مهاجم ايا كان لازم يتعلم ولازم يكون عنده مهارات فرديه، مهارات المراوغه، لازم يتعلم المراوغه. مو شرط مرات ان انت تكون الحلول عندك هي التشتيت او القوه او التمرير او اللعب الجماعي، مرات المهارات الفرديه المراوغه تحل لك كثير من المشاكل، تخرجك من الضغط، تخرجك من هواي امور. ومو كل شيء اللعب السهل البسيط، لا، دائما ان انت تعلم المراوغه، تعلم المهارات الفرديه شلون تخرج من الضغط. فدائما اقول مو كل شيء احنا بالاستلام والتسليم باللعب السهل الخروج من الضغط. مرات ان انت تراوغ لاعب اثنين ثلاثة اربعة بمهارة او بحركة بسيطة، ان انت فلشت اربع لاعبين فلشت الضغط مالتهم. فلازم نتعلم المراوغة. حارس مرمى، مدافع، لاعب وسط، لازم وشرط اساسي بكرة القدم لازم تتعلم المراوغة. كل لازم تتعلم المراوغة. تحياتي لكم مدرب علي كاظم محتج، في امان الله.